بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الجزء الرابع من المحاضرة الخامسة. عندنا هسه وصلنا إلى حل أمثلة خاصة بالتكامل للدالة الأسية. Example: evaluate the integrals. هنا عندنا مجموعة تكاملات مطلوب من عندنا تبسيطها. التكامل الأول هو exponent 2 أس x dx، يعني تكامل 2 to power x dx. تكاملها حسب العلاقة جاهز هو نجيب 2 أس x نخليها بالبسط وتقسيم لن الاثنين زائد c. قلنا هذا الفرق بينها وبين تكامل exponential، أنه فرق أنه أكو عندنا بالمقام أكو لن الأس، لن الأساس اللي هو 2. التكامل الثاني 2 أس ساين اكس في كوساين اكس دي اكس. هنا احنا استخدمنا التعويض، يعني افترضنا انه الساين يساوي لي يو واخذنا المشتقة حتى طبقنا قاعدة التعويض، وتقدر ايضا تحلها بدون ما تطبق قاعدة التعويض. شلون؟ يعني هذه طريقة الحال هنا بالتعويض، وتقدر تقول ايضا هو بما انه الاس أس الاثنين هو ساين اكس، المشتقة مالته موجودة لو لا؟ موجودة، مشتقة الساين كوساين موجودة، فبما انه المشتقة موجودة حسب القاعدة السابقة اقدر اساسا اجيب الاثنين ساين اكس اخليها بالبسط، اقسمها على لن الاثنين اللي هو لازم اقسم عليه اني زائدا سي. فتقدر تحلها بطريقة تعويض، تقدر تحلها راسا بطريقة اعتيادية حسب ما موجود بالقاعدة. سأعطيكم القاعدة حتى حسب القاعدة، يعني حسب هاي القاعدة رقم 8، هاي اليو مشتقة اليو إذا كانت موجودة أصلا أطبق هذا القانون بشرط أنه أي لا تساوي 1، بس احنا عندنا أي يساوي 2. المثال الثالث لوج 2، لوج للأساس 2 x على x في dx. هذا شلون أتعامل وياه؟ حتى أتعامل وياه هيك أمثلة أو هيك حالات، بالبداية لازم أتخلص من اللوج للأساس 2، أعوضه بدلالة اللن عن طريق هاي العلاقة اللي إحنا ماخذيها سابقا، إنه لوج 2 x لوج للأساس 2 x يساوي لي لن الاكس على لن 2، يعني إذا تغيرت 2 صارت مثلا 4 6، هنا أغير هذا المقدار فأحول دلالة اللن يصير بهالشكل، يصير عندي لن الاكس على x في لن 2، لن 2 تطلع خارج قوس، هذا طلعناه خارج التكامل لأنه هي ثابت ما لها علاقة، طلعتها خارج التكامل، فيبقى عندي لن الاكس على x. المشتقة موجودة بالمقام، عفوا الدالة موجودة بالمقام، والمشتقة الدالة موجودة بالبسط اللي هي لن الاكس، ومشتقتها 1 على اكس بالمقام، او هي مو بالمقام وانما 1 على اكس مضروبة بها، يعني هاي الدالة كأنما عبارة عن لن الاكس في 1 على اكس. فتكاملها يكون عبارة عن طريقتين، اما انه استخدم التعويض مثل ما قلنا بالطريقة السابقة، افترض انه لن الاكس تساوي لي يو والديو تساوي لي 1 على اكس في دي اكس واطبق، او اقدر راسا بشكل عام انه اعتبر هي لن الاكس دالة واني مطيني المشتقة مالتها، فاقدر اطبق القاعدة السابقة اللي قبل بالمحاضرة السابقة اخذناها اللي هي قاعدة الكويك فورمولا، انه اذا كانت الدالة موجودة اس ان ومشتقتها موجودة فاسن ازيد اس الدالة 1 واقسم على الاس الجديد بشرط انه الاس ما يساوي ناقص 1. فبهالحالة انا اسن اقول لن الاكس راح ارفعها للاس 2، يعني هذا لن الاكس اس 2 تقسيم 2 زائدا سي. المثال الرابع اللي هو x تربيع exponential x تكعيب.
يعني بكل وضوح معروفة. أما أستخدم التعويض أقول اليو تساوي لي إكس تكعيب وأطلع المشتقة، أو أحلها بطريقة أخرى أنه الإكس تكعيب الأس هنا المشتقة مالته موجودة اللي هي شنو؟ إكس تربيع. بس اللي ينقصني شنو؟ ينقصني أكو ثلاثة، ثلاثة إكس تربيع. فأضرب بثلاثة وأقسم على ثلاثة، العدد اللي أضرب ثلاثة راح يبقى داخل التكامل، والعدد اللي أقسمه على ثلاثة راح يبقى خارج التكامل، فيصير واحد على ثلاثة هالشكل. أو أقدر أستخدم صيغة التعويض، أفترض أنه يساوي لي x تكعيب دي وتساوي لي ثلاثة x تربيع دي x، وبعدين أتخلص من ثلاثة من هذا الطرف الأيمن أخليها الطرف الأيسر وأعوض بالتكامل وأكامل ويطلع لي الناتج بشكل مبسط. مثال آخر، find the integral. عندي هذا التكامل 7 سيكن تربيع x ناقصا سيكن x tan x dx. طبعا احنا قلنا التكامل يدخل عبر القوس، يدخل القوس للحدين، يعني يدخل اذا كان القوسين بناتهم علامة جمع او طرح يدخل التكامل، اوزع التكامل، فالتكامل راح يكون على سيكن تربيع وعلى السيكن تان اكس. تكامل السيكن راح يساوي لي تان اكس، وتكامل السيكن تان اكس يساوي لي سيكن اكس. هذا بالنسبة الى موضوع التكامل غير المحدد. الموضوع الثاني هو موضوع التكامل المحدد definite integral. حتى نعرف التكامل المحدد، لاحظ هذا الشكل هنا، لتكن f of x مستمرة، دالة تكون مستمرة على الفترة المغلقة من a إلى b، عندها فإن f of x capital، قلنا هي دائما نعتبر ال f of x capital هي التكامل، is anti-derivative يعني ضديدة المشتقة، يعني التكامل مع هاي الدالة المن ل f of x small then، وبشكل دقيق يمثل لي المساحة تحت المنحني للدالة y تساويني f of x. يعني التكامل هنا المحدد هو عبارة عن المساحة تحت المنحني لهاي الدالة اللي هي y تساوي لي f of x بين الحدود x تساوي لي a و x تساوي b. وكما هو معروف فإن التكامل y نسبة إلى x على هذه الفترة من a إلى b نقدر نرمزله بهالشكل، نرمزله بهذا الشكل اللي بالأخضر، تكامل من a إلى b f of x يساوي لي f of b ناقصا f of a، حيث هذا يسموه الحد السفلي للتكامل وهذا الحد العلوي. بعض خواص التكامل المحدد، عندنا بعض الخواص التكامل المحدد اللي نحتاجها في حل التكامل المحدد، حل مسائل التكامل المحدد. الخاصية الأولى طبعا شرط أنه تكون عندي الاف والجي هما دالتان قابلتان للتكامل، انتجرابل قابلة للمكاملة على الفترة المغلقة من A إلى B. عندها فأن التكامل المحدد يحقق لي القواعد أو القوانين المدرجة. القانون الأول اللي هو قانون فترة العرض الصفري zero with interval. إذا كان عندي الحدود السفلى للتكامل هي نفس الحدود العليا للتكامل فإن التكامل يساوي صفر. يعني إذا كان عندي التكامل من A إلى A أي قيمة لA فإن التكامل f of x في dx راح يساوي لي صفر. القاعدة الثانية order of integration، يعني أنا أدري أنه الحدود العليا، حدود العليا التكامل والحدود السفلى، السفلى تكون أقل من الحدود العليا، فإذا عكست التكامل يعني بديت العليا سويتها سفلى والسفلى سويتها عليا راح تنعكس إشارة التكامل، يعني من A إلى B f of x dx تساوي لي سالب تكامل من b الى a f of x dx.
الضرب بثابت، احنا اخذناها بالتكامل غير المحدد، انه اذا ضربنا او عدنا ثابت مضروب بالتكامل اقدر اطلع الثابت خارج التكامل. نفس الحالة هنا راح اصير، هذا الثابت اقدر اطلع خارج التكامل واضربه في ناتج التكامل. هنا عدنا ايضا خاصية الجمع والطرح. اذا سابقا احنا اخذنا القاعدة انه اقدر اوزع التكامل على الحدود ما بين الجمع والطرح، ادخل التكامل على القوس، القوس اللي يضم دالتين مجموعتين او مطروحتين مثل ما هو موجود قدامكم. الخاصية الخامسة هي قابلية الجمع additivity. شون اذا عندي مثلا انا تكامل من A الى B f of x dx، فاقدر اجزئ الى فترة تكون نصفية، يعني مثلا اقدر اخذ من B الى C وارجع اخذ من A الى B ومن B الى C. يعني اذا كان عندي تكامل مثلا، العفو، التكامل هو من A الى C، هذا التكامل هو من A الى C، واكو عندي تكامل اخر اقدر اسويه تكاملا، يعني انا عندي تكامل من A الى C اقدر اجزئ من A الى B وارجع من B الى C، يعني كأنما انا قسمت التكامل الموحد اللي هو بفترة واحدة الى فترتين، من A الى C هي فترة واحدة قسمتها الى فترتين، من A الى B ومن B الى C، وراح ناخذ الامثلة ونشوفوها ان شاء الله. السيطرة او الهيمنة عندنا domination، اذا كان عندي الدالة f of x اكبر او يساوي الدالة g of x على الفترة المغلقة من A الى B، فان تكامل هاي الدالة اللي هي تكامل f of x راح يكون اكبر او يساوي من تكامل الدالة g of x على نفس الفترة. وعندنا الحالة الخاصة اذا كانت f of x اكبر او يساوي صفر على هذه الفترة، فان التكامل مالتها اب راح يكون يساوي اكبر او يساوي صفر. المتباينة، متباينة الاعظم والاصغر، max minimum inequality. If f of x has maximum value، إذا كان عندي الدالة of x عندها قيمة عظمى أسميها max f، وقيمة صغرى أسميها minimum f في الفترة من A إلى B، فهتكون عندي التكامل بالشكل التالي. إذا كملت الدالة من A إلى B f of x dx، طبعا قلنا التكامل هذا هنا شيء يمثل، يمثل المساحة تحت المنحني. هاي المساحة تحت المنحني لهذا التكامل تكون أصغر أو يساوي القيمة العظمى للدالة من B إلى A، يعني بعد ما أطبق الحدود العليا اللي هي B ناقص الحدود السفلى اللي هي A، وأكبر أو يساوي الحدود الصغرى للدالة اللي هي minimum F من B إلى A. هسه نجي على الأمثلة التوضيحية. المثال الأول use the properties of integrals to evaluate، استخدم خواص التكامل على مود تبسط التكامل الآتي: من صفر إلى واحد 4 زائدا 3 x تربيع dx. هنا التكامل عبارة عن حدين مجموعات داخل قوس، فأقدر أوزع التكامل على هذا الحدين، أدخل التكامل على الحد الأول وأدخل التكامل على الحد الثاني، بعدين أطلع الثوابت اللي هي 4 و 3 أطلعها خارج التكامل وأبدي أكامل بشكل اعتيادي. المثال الثاني suppose that، افترض أنه f و g are integrable، دالتين قابلتان للتكامل، وعدي العلاقات الآتية: التكامل من 1 إلى 2 f of x dx يساوي لي ناقص 4، التكامل من 1 إلى 5 f of x dx يساوي لي 6، التكامل من 1 إلى 5 g of x dx يساوي لي 8، طبعا باستخدام the previous rules القواعد السابقة الذكر. حتى شو نطلع؟ هسه شو يريد من عندي؟ منطيني هاي الثوابت ويقول لي جد to find. اولا تكامل من 2 الى 2 g of x dx، طبعا بما انه حدود التكامل العليا والسفلى هن مساويات
فالتكامل يساوي صفر. إذن أولا واحد يساوي صفر. اثنين، التكامل من خمسة إلى واحد g of x dx. إذن لاحظ أنه هذا التكامل هو عكس هذا التكامل، هذا من واحد إلى خمسة يساوي ثمانية، وهذا من خمسة إلى واحد باستخدام القاعدة السابقة ألاحظ أنه هذا التكامل هو سالب هذا التكامل، فهذا التكامل قيمته يساوي سالب ثمانية. ثالثا، التكامل من واحد إلى اثنين ثلاثة f of x dx. بالبداية أنا عندي هاي ثلاثة ثابت أطلعها خارج التكامل، أقدر أطلع هاي ثلاثة خارج التكامل، فشي صار عندي ثلاثة من واحد إلى اثنين f of x dx. أكو عندي شي تكامل موجود هذا وياه هذا، بس مجرد أنا طلعت الثابت اللي هو ثلاثة خارج التكامل. فمن أطلع خارج التكامل راح ينضرب بالتكامل، يعني ثلاثة في ناقص أربعة راح يعطيني ناقص 12. رابعا، من اثنين إلى خمسة f of x dx، هنا راح استفاد من القاعدة اللي أخذناها قبل شوية اللي هي هاي القاعدة اللي هي قاعدة قابلية الجمع additivity. خل أشوف شلون استفاد منها. حدود التكامل اللي منطينيها بالسؤال من اثنين إلى خمسة، وأنا شنو عندي؟ عندي من واحد إلى اثنين ومن واحد إلى خمسة. عندي هنا من واحد إلى خمسة، فكأنما أقدر أقول يعني التكامل هو شلون يساوي لي من واحد إلى خمسة. من واحد إلى خمسة هذا شيء مثل لي، مثل لي الحدود الكلية للتكامل. فأقول تكامل من واحد إلى خمسة f of x dx شي يساوي لي، أجي هنا يساوي لي من واحد إلى اثنين زائد من اثنين إلى خمسة، يعني أجزئ التكامل صرت فترتين، الفترة الكلية اللي أنا عندي من واحد إلى خمسة، وأنا منطيني من واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى خمسة. من واحد إلى خمسة أي معلومة قيمتها شقد؟ ستة، مثل ما موجود هنا. من واحد إلى اثنين شقد؟ ناقص أربعة. ومن اثنين إلى خمسة هي المطلوب إيجادها، فبتعويض الأرقام ونقل الحد اللي هو من واحد إلى اثنين f of x dx اللي هو يساوي ناقص أربعة نقل للطرف الأيسر وأجمعه ويا الستة راح يعطيني المقدار الناتج اللي هو عشرة. إلى هنا تنتهي المحاضرة الخامسة الجزء الرابع. إن شاء الله نرجع وياكم بالمحاضرة الخامسة الجزء الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.